بكم في أولى سلسلة حلقات نشرة أخبار الصين اللي بتقدمها لحضراتكم منصة جو تشاينا أونلاين. نشرة أخبار الصين هتكون كل يوم اثنين وخميس، تقدروا تشوفوها على قناة هيثم في الصين على اليوتيوب. نشرة أخبار الصين هتهتم بكل ما يهم التجار والمستوردين والطلاب والمسافرين إلى الصين، كل المعلومات اللي حابين تعرفوها عن الصين. أول خبر بيهم كل الناس اللي بتتعامل مع الصين هو موضوع إن إمتى الصين هتفتح حدودها، إمتى الصين هتستقبل الأجانب، إمتى الناس العالقين التجار والمستوردين والمقيمين يرجعوا للصين. حقيقة الموضوع ده متشابك ومعقد شوية، لأن حتى هذه اللحظة الصين لم تعلن رسمياً عن فتح حدودها واستقبال الأجانب، ولكن اللي ابتدت الأخبار تظهر من بعض الدول العربية زي مصر زي السعودية زي الأردن إن بعض السفارات الصينية في هذه البلاد ومراكز منح التأشيرات ابتدت تفتح أبوابها. لكن من المعلومة المؤكد أن حالياً التأشيرات متاحة للدبلوماسيين وأصحاب الإقامات الدائمة وأيضاً الأسر ولم شمل الأسر، وطبعاً اللي بيكون أحد أفرادهم شخص صيني، يا إما زوج صيني أو زوجة صينية، دول بيبقوا طبعاً الفيزا بتاعتهم Q1 بتبقى متاحة وسهلة ما فيهاش أي مشكلة. لكن المشكلة حتى هذه اللحظة في اللي هم الناس اللي عندهم إقامات بتجدد كل سنة أو أصحاب الفيز الام أو الال. والأخبار اللي بتأتي حتى هذه اللحظة إن ابتدت إن شاء الله تفتح هذه الفيز بداية من الأيام القادمة إن شاء الله، والصين هتفتح أبوابها قريبا جدا إن شاء الله. أما الخبر الثاني وده خبر يهم كل الناس اللي مهتمة بمجال البزنس والأعمال، خبر مهم جدا. لأول مرة الصين تتفوق على الولايات المتحدة في عدد الشركات المدرجة على قائمة فورشن لأقوى 500 شركة عالمية. أصدرت مجلة فورشن قائمة بأقوى 500 شركة عالمية لعام 2020 في 10 أغسطس الجاري، حيث أصبحت وولمارت أكبر شركة في العالم. طبعاً وولمارت بتاعت سلسلة السوبر ماركت العالمية المشهورة، أكبر شركة في العالم لسبع سنوات متتالية. ولا تزال سينوبيك هي شركة صينية تحتل المرتبة الثانية، وارتفعت شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية إلى المركز الثالث، وأتت بترو تشاينا أيضا الصينية في المرتبة الرابعة، في حين تراجعت شركات شيل النفط إلى المركز الخامس. التغيير الأكثر وضوحا كما يذكر التقرير في القائمة هذا العام هو أن عدد الشركات في داخل الصين المدرجة في القائمة بلغ 124 شركة، ولأول مرة يتفوق على عدد الشركات الأمريكية من ضمن أكبر 500 شركة في العالم، وهو العدد الشركات الأمريكية 121 شركة لأول مرة في التاريخ. وتشير القائمة إلى أن عدد الشركات الصينية ضمن القائمة يشهد زيادة متسارعة منذ عام 2008 لتتجاوز ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبعد ذلك اليابان. ووفقا لفورتشن هناك سبع شركات للإنترنت، عشان نعرف أهمية التسويق الإلكتروني وأهمية البيع عبر الإنترنت، تم إدراجها في القائمة، وهي أمازون وألفابت وفيسبوك للولايات المتحدة إلى جانب علي بابا طبعا وتينسنت وشاومي. فإن الصين لديها أكثر عددا من الشركات المرتبطة بالإنترنت عن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وطبعا وتبين القائمة أن متوسط إيرادات المبيعات للشركات الصينية بلغ 66.9 مليار دولار أمريكي، محققا زيادة عن العام الماضي. يعني طبعا ده بيورينا إن الشركات الصينية والاقتصاد الصيني ما زال إلى ارتفاع ونمو. ده الكلام اللي كنت بقوله من زمان يا جماعة، اهتموا بالبلد دي، البلد دي فيها خير كبير قوي، البلد دي فيها فرص كبيرة قوي. أما الخبر الثالث والأخير والخاص بـ جو تشاينا أونلاين، جو تشاينا أونلاين الآن توجه ندائها إلى الشركات والمصانع والمكاتب العربية المقيمة في الصين لسرعة تسجيل أنفسهم في وشركاتهم في المنصة التي ستعرض جميع المكاتب والشركات والمصانع العربية العاملة في الصين إلى جميع التجار والمستوردين ورواد الأعمال الناطقين بالعربية على مستوى العالم، سواء في الشرق الأوسط دول عربية أو حتى الجاليات العربية على جميع مستوى أنحاء العالم. الآن المنصة في المرحلة التجريبية،
وترحب بجميع المكاتب والشركات والمصانع العربية المقيمة في الصين للاشتراك في المنصة وأن تعرض خدماتها ومنتجاتها على التجار والمستوردين العرب في جميع أنحاء العالم. إلى هنا انتهت نشرتنا ونشرة أخبار الصين. انتظرونا كل اثنين وخميس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة اليوتيوب هيثم في الصين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.